قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم، شوف يقصدني أنا وفلان اللي عندنا وظائف وعندنا مشاريع وعندنا أبواب الرزق وعندنا شهادات وعندنا وعندنا، يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. طيب إحنا كلنا لاحق علينا الشيطان نحسب لنا ونظن أن متوكلين على الله حق توكله. قال: لرزقكم. يقول: والله لو تحقق عندك التوكل لرزقك مثل ما يرزق الطير. الطير ما عندها ولا شهادة ولا عندها ولا دوام ولا عندها ولا ريال ولا دينار ولا جنيه ولا عندها ولا شيء، لكنها ما قالت تتوكل وقاعدة، لا، هذا تواكل. قال: تغدو. وهي طالعة الصباح تغدو في الصباح خماصا، ما عندها أي شيء، جياع طاوية وخاوية البطون، وتروح بطانة. وهي طالعة متأكدة أن الله سبحانه وتعالى ما يرجعني جايع، أنا طلعت خماص بس سأرجع بطانة، مستحيل يقطع رزقي سبحانه جل جلاله. شوف اليقين، عمل ويقين، ما يصلح يقين بدون عمل ولا عمل بدون يقين.